نرجع للمبادرة نتاع القضاة الثلاثة نعتبرها غير ناجعة. مش غير ناجعة، غير محايدة. كي تقول مبادرة في التوافق ما تجيش جماعتك الكل سي سفيان وتقول لي وتبعدني أنا وحدك وتحضر وتطبخ وتناور. باهي أما دونك طرف غير محايد التريزون رتار. باهي أما دقيقة وثالثا بطريقة مبطنة هي جلبت اللي طالب به الجمعية والهيئة الوقتية.